ما الغيظ سلاما يا إمام، كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم ضيوف الجوادين على قناة كربلاء الفضائية. حياكم الله في وقتكم الذي تتابعون فيه هذا البرنامج. اليوم الحلقة راح تكون مختلفة، دور الأسرة في أنها تهذب عقائديا، كيف على الأباء والأمهات بأنه يجعلون من هذا الطفل في هذه الحياة بأن يكون مهذبا عقائديا. التهذيب في البدء ماذا هو؟ هو نوع من أنواع التنظيم والترويض، يبدأ بالنفس ومن ثم ينتقل إلى الأثر العقائدي. كيفية أنه نهذب أولادنا وأسرتنا، وليس فقط تحديداً الأسرة، ممكن يكون مكاناً للعمل، مكان الدراسة، المجتمع، غيرها من هذه العينات التي تكون صالحة لأنها تهذب عقائدياً، لأنه في علم وفي روحية الإمامين سلام الله عليهما الجوادين، روحي فداهما، هنالك الكثير من التهذيب والترويض النفسي مجرد دخولنا من بابا لهذه الزيارة. ابقوا معنا فلنتابع. هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد، أزلفت للمؤمنين المتقين، فادخلوها بسلام آمنين، هي حصن وملاذ للعباد، هذه جنة موسى والجواد. حياكم الله مشاهدينا الكرام. لدور الأسرة في التهذيب العقائدي أثر كبير ممكن يكون في حياتنا الخاصة، لكن كيف ممكن أنه باستطاعة الأم والأب غرس يعني الشيء العقائدي وربطه بذلك الطفل حتى يكبر وينشأ ويكون محب لأهل البيت عليهم أفضل وأتم السلام، لأن بهذا الحب فيه نجاة من العذاب الذي سيكون في يوم الآخرة إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. يا تقبل الله الزيارة إن شاء الله جميعا إن شاء الله، وملتقانا الجنة إن شاء الله، تلتقطنا فاطمة الزهراء جميعا عليها السلام من النار، وملتقانا الجنة إن شاء الله. يا شفيعة اشفعي لنا إن شاء الله. عند الله إن شاء الله. إن شاء الله. بداية الفهم والتهذيب النفسي يبدأ مع الحب على الله عز وجل، يبدي عن أبواب الله سبحانه وتعالى حتى نوصل إلى حب الله. نعم. يبدي من أي باب يقربنا إلى الباب الثاني، إلى الباب الثالث، إلى الباب الرابع. نعم. إلى الباب الخامس، إلى أن نوصل لباب الله الكبير هو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسأليني أي باب هو أي باب؟ أول باب أني أحبه من أشوف أمي وأبوي يقولون يا علي، من أشوف جدي، من أشوف بيبيتي تقول دخيلك يا أبو الحسن، دخيلك يا أبو الحسنين، اكفينا شر الهافي والمتعافي، وكفينا شر المشرجات والمغربات. من هو هذا؟ كل هذا سبع ما حد يقدر له. فمن باب، كم باب هاي أنا طرقت؟ أربع أبواب، وباب الصالحين وباب الرفاق الصالحين، هذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الأب والأم طلبوا من الله أن تكون ذرية صالحة تبقى تعمل لهم أجيال بعد أجيال. نعم. يتوارثوها ورث. نعم. التجأوا لهذا الحب لأنه هو أعظم من المال. نعم. لأن راح يورث من جيل الجيل، من جيل الجيل، إلى أن هم يقولون ولد صالح يدعو له، يدعو له. أيوة. الولد الصالح مو شرط الابن، جزء ابن الثالث، ابن الرابع، ابن الخامس، يتوارثوها من جيل الجيل الى ان نوصل. من حبينا ذولي احنا وصلنا. الانسان بالعاده لما تكون في حياته اكو محطات حتى ينجو من محطه لمحطه اخرى، او ينجو من امتحان لامتحان اخر، لابد تكون عنده اكو فد اسلحه معينه، فد افكار معينه. هذه الأسلحة هي أيضاً تكون حب أهل البيت سلام الله عليهم، هذه الأبواب
شنو ناخذ من عندها من ندخل بهذا الباب؟ أهم باب، أهم باب يا صاحب الزمان، أدركني بحق عمتك زينب. يا صاحب الزمان أغثني بحق عمتك زينب. أيوة والله والله. شوفي أمي، أضايق أصير مهمومة أصعد، هاي عقيدتي أني أصعد وقت الغروب أصلي ركعتين طلب حاجة، أقول له مولاي ترى هي الصفحة سؤد من الأعمال والذنوب، لكن أنا جيتك على المروة. والله والله يشهد، وهذا موسى بن جعفر احنا قاعدين كأنه ما يرد عليه السلام، يقول لي وعليكم السلام انت بحماية، وتعرضنا وتعرضنا المواقف هو، بس هنياله اللي عنده صبر وما يطلع ويسيطر الشيطان عليه. فإذا عنده حب أبو الحسن علي عايتي. السلام على علي وأولاد علي سلام الله عليهم. باب علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو باب مدينة العلم، كيف ممكن أنه الأم والأب حتى وإن لم يستكملوا دراستهم الأكاديمية، شلون لازم ممكن أنه يعلموهم، أو شنو الأشياء الأساسية اللي تخليهم هم ينجون ويكون عندهم فد نوع من التهذيب النفسي اللي يربطهم مع عقيدتهم؟ أنا أقول لك، من أول يوم تحس المرأة حامل، حامل حست إنها عندها حمل، تلجأ لمن؟ أول أي شيء يوجعها تروح تربة الحسين. يا أبا عبد الله بحق حلال المشاكل، يقولون هسه مو يقولون حديثا علميا إنه الطفل إذا مجموعة من الأطفال خلوهم أو سووهم حديثي الولادة ونثروهم، وشون يعرفون آبائهم هم مسجلين عندهم، يصيح الأب أو يصيح الأم والطفل حديث سوى ساعات، يفتح عينه على صوت أمه وعلى صوت أبوه. إذن هو إذن استجاب الله سبحانه وتعالى. إحنا مو أول ما نستقبل أعراسنا بالدق والرقص وبالشوارع والمرأة عارية ونريد الذرية الصالحة. لا وأغاني مو ما يجوز رقص المرأة أمام المرأة زين، ولا رقص الرجل بالشارع زين. إذا إحنا استقبلنا أول ما افتتحنا مشروع الأسرة بالظلم، ويقول لك مرة بالعمر، لا منو ضامن عمره، منو ضامن عمره، ونبكي ونقول هاي وما نعرف شنية الأحكام. ساعد الله قلبك يا صاحب الزمان، مو هسه ورفت هذه الدمعة من أجله. ساعد الله قلبه من يشوف أنه شنو الزمان راح يظهر به وهؤلاء الناس فيه. نعم أيضا قضية أنه ارتباطنا إحنا كنساء بأمنا الحقيقية في هذه الحياة، يقولون أكو بحث علمي يتحدث عن شيء أنه أهلنا الترابيين اللي هم أمهاتنا وأبانا اللي موجود ومدون اسمهم في البطاقة الشخصية، ولكن أمنا بالروح وأبونا بالروح اللي هم أهل البيت سلام الله عليهم، هل أنت مع هذه الفكرة العقائدية أنه هم أمنا وأبونا بالروح بالعقيدة، أرواحنا ترتاح أصلاً من تتقرب من عندهم؟ طبعاً هاي ما تحكينا هذا السؤال ولا تسأليه، لأن هذا اللي يحب أهل البيت هذا هو لا إرادياً رأساً نشوفينا، يعني خاصة إحنا النساء شو نقول؟ يا فاطمة حق النساء على النساء، يا زينب سلام الله عليه، يا أخو أم البنين ما تنزل، ما تنزل من حلوقنا أم البنين على كل شيء. مرات أقول مولاتي ضوشتك أني من قد ما ألح عليك، بس فدوة شفعي لي عند الزهراء، هي ملكة وعظيمة وأنا أما ذليلة، شفعي لي عند ما يقصرون حاش. يا سبلي يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، سبحة ديريها مهمومة مغمومة عن عقيدة هاي، بس إذا ما عنده عقيدة شلون؟ كلمة تودينها لكل الشباب والشابات المقبلين في هذه الحياة، كيف يقوون علاقتهم مع صاحب الزمان سلام الله عليه؟ يا صاحب من لا صاحب له في هذا الزمان الصعب، يمكن صار الأغلب يحسون نفسهم غرباء، ممكن يحس نفسه وحيد، ترى يصير عنده أصدقاء هواية وبعدين يصير وحيد وقت الشدة، ممكن تصير عندها أصدقاء هواية صديقات هواية وكذا وقت الشدة لا أحد من معين لها، عليها ماذا تفعل أو عليه ماذا يفعل حتى يرافق صاحب الزمان ويكتفي به؟ هو كافٍ؟ هل هو كافٍ؟
بعد اقول لك يا ما احنا انت تحكين بالفصحى ها ادري لا هو مو حجة الله مو حجة الله غير مطي كل الصلاحيات لعداني لمن اروح ما لاكو حكام عادلين لاكو دنيا عادله لاكو ناس خربانه يا يما الدنيا غير هو الحجه لا اقدر اشوفه واروح له غير هو يسمعني صح لا لا اذا ما سمعني هو العدل هاي تاهت الدنيا تاهت اول ما اقعد من النوم كلش بسيطه السلام عليك يا صاحب اكو احلى من عتل وانت صدقه ربع دينار عنه شوف التوفيقات تنزل هم ما يقدروا لها لا يقدرون هم بس هذا من العملين البسيطين صدقة أول ما يفك عين السلام عليك يا صاحب الزمان هسا لا يكمل السلام عليك يا شريك القرآن بس ها هي وصلي له سبح الصلوات إذا يزودها راح هو يقول لي يا صاحب الزمان أخذ بيدي ترى تائها وخربانة هي إن شاء الله يأخذ بأيدينا جميعاً إن شاء الله ببركة دعائكم إن شاء الله يا ربي إن شاء الله اللهم يحفظكم إن شاء الله ويحفظ أولادكم ويحفظ أولاد الجميع إن شاء الله ويقربهم من إمام زمانهم قدر المستطاع إن شاء الله في هذا الزمان المنحدر في كل شيء فلذلك نؤكد على قضية أنه دور الأسرة والتنشئة وصراحة يعني جنابكم من النموذج النادر في مجتمعنا أنه تقرب أولادها لأهل البيت بشكل روحي لا بشكل جبري لا أبد الدين حب الله حب النبي صلى الله عليه وآله بالحروب يعني شوفي بس يعني أو بحديث الكساء ليش الروح يتلألأ كأنه هو مريض لكن مبتسم يعني مبتسم النبي صلى الله عليه وآله يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله هو مريض ضعفا مريض لكن مبتسم إذن حب تسامح الدين إجبار وإكراه وهذا لا أوصل للعقيدة أوصل للفكرة وبعدين آني من يمي لخاطر هالشيبة لخاطر هالمشي للحسين لخاطر هالزيارة حاشا لله ما يكرمني إن شاء الله ما نذرف دموعنا ومشينا وصبرنا وكل شيء نقدمه بأشياء أخرى تروح إن شاء الله إن شاء الله هذه القضية أيضا مهمة شكرا لك أمنا العزيزة اللهم يحفظك الله يخليك يحفظنا جميعا الشكر يحفظكم ربنا اللهم يحفظكم جميعا الحديث يطول والأكثر من الحديث أنه ما يقربنا شيء واحد هو الارتباط الروحي مع الإمام هذا التهذيب العقائدي نحن بأمس الحاجة إليه في هذه الأيام في هذا الزمان لأننا على يقين بأننا نعيش في آخر الزمان ذلك الذي ذكره رسول الله عليه أفضل وتم السلام عندما بلغنا بوجود الغائب وظهور الغائب إذن عجل الله تعالى فرجك سيدي مولاي إن شاء الله تظهر ويكون في ذلك الظهور هنالك تهذيب عقائدي حقيقي من قبلنا إليك إن شاء الله روضة تحرسها عين السماء هبطت فيها قلوب الأنبياء وإذا ما المرء أفضل الدعاء سوف يأتيه من الله نداء ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أنت في الفردوس لا ذات العماد هذه جنة موسى والجواد للإمامين جوادين سلام الله عليهما أثر كبير في نفس كل من زارهما وإذ لم تكن هذه الزيارة الأولى إن شاء الله لا تكون الزيارة الأخيرة له هذا دعاء كل مؤمن محب بعدما يتمم الزيارة يقول بأنه لا تجعلها آخر زيارة لي إن شاء الله راح نتعرف ونسمع ونشاهد أثر الزيارة في داخل نفوسهم وأيضا كيف أنه باستطاعة الأسرة هذه أنها تهذب هذا المجتمع والأسرة والفرد التهذيب العقائدي الجيد الذي يليق بالأئمة عليهم أفضل وتم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبل الله زيارة إن شاء الله نقول بالخلود جميع حبيبة قلبي الله يحفظك إن شاء الله إحنا شفتي حضرتك تريدين تغادرين إن شاء الله وصفينا شعور المغادرة
بعد اتمام الزياره. الواحد هو من يجي منك ملهوف على الزياره، يجي يطلب مرات، يجي يعني يتشفعوا له بيوم الله اكبر، يعني يجي يدعي له ولاحبائه ولكل امه محمد، نجي يعني نطلب من عنده الشفاعه، نطلب من عندهم التوفيق، نطلب من عندهم الستر والايمان. ومن واحد من يطلع من يوم مرتاح متوجه لبيته مرتاح، مثل ما تقول ندب همه وطلع يعني يجي مهموم، إذا بهمومه يم بدو أروح لهم يم أهل بيته ويطلع يم أهل بيت المعصومين إن شاء الله ويطلع والحمد لله والشكر. حسين إنه طاقة إيجابية خذتي من الإمامين سلام الله عليهم وراح طاقتك السلبية. ألف الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. تحسين إنه أكو في الدعوة معينة جتش من الإمام سلام الله عليه؟ أصلاً ما ناوية يعني هيك ولا ناوية أجي هاليوم، بس ما أعرف شلون يعني جينا أنا وابني قلت له خلينا نروح نزور الإمام الكاظم. تقبل الله إن شاء الله، اللهم لا تجعلها آخر زيارة حبيبة لكم. قلب حبيبة قلب عين. التهذيب العقائدي لأنه حتى تكون يكون المجتمع مهيئ ويعرف قيمة الإمام سلام الله عليه، توجه للإمام كل خشوع ومحبة، تعتبريها أنه وين البذرة الأساسية مالتها تنطلق؟ أول ما يبدأ الطفل ينضج يعني يقوم يعرف، وهذا يقول له مثلا هذا إمامك، هذا الزورة، الصوم إليك، الصلاة، الاتقاء، قراية القرآن، كلام الحلو. كلام الحلو اصلا هو حسنه. أيوة. كلام الحلو هو حسنه. نعم. سوى الابني سوى الحفيدك كان من يكون انت، هذا حكايتي بيني وبينك، هذا الكلام المهذب اللي يعني جاي ينقل. نعم. انا وياك هو هذا حسنه ان شاء الله. نعم ان شاء الله يكون حسنه حبيبه قلب. تتذكرين اول شخص جابش للزياره؟ ما نوت اليوم جاي ويا ابن حضرتك. اي كنت اجي انا وزوجي انا وبناتي. اي وهسه هالمره جينا لا بس انا وابني، لان احنا انا اولا ابني زوجي متوفي ان شاء الله حبيبه قلبي رحمه الله عليه. ان شاء الله لما ذكرناه هنا يضاعف له الاجر، اجر كل زيارته ان شاء الله. الله يحفظك يا حبيبه. هذه القضيه اللي توارثناها من ام لبناتها، من ام لابنائها، فدوى قلبك. كيف نربط بناتنا بهذا الوقت الصعب ايضا بدوامه من الزمن، كثير المغريات الحياه اللي تكون من حولهم، شلون نربطهم بالزياره، شلون نهذبهم ونخليهم يزورون من كل قلبهم مثل ما هي. طبعا انت لما هو يشوف بالبيت يعني هو اذا تشوف يعني هي الام متقيه، صوم وصلاه وزيارات وهذا شيء عادي، راح يعني بالبيت نفس الشيء هو راح يعني. نعم. يتقي. نعم راح ياخذ على نفس القالب، نفس القالب ونفس. نعم. نفس البيئه اللي انا عايشه بها وراح يعيش بها. ذكرنا لصاحب الزمان سلام الله عليه، صاحب اللي احنا يعني دنهذب نفسنا، نمر بمرحله من التهذيب النفسي حتى يصير عندنا تهذيب عقائدي. شوفين شنو اثرها على الشباب والشابات والكبار وكل من منتظر لهذا. والله يعني احنا نصيح العجله العجله يا صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. احنا نريد يعني تعجيله يظهر لنا، يشيل هاللقمه من هذه الامه، يشيل هذا التعب من الشباب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. حبيبتي اللهم يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك حبيبتي، وزياره مباركه تعتبر. تسلمين يا روح الله. حبيبتي اللهم يحفظ اولادك وينطيك الصحه والعافيه حبيبه قلبي. تسلمين يا روح. شكرا جزيلا. الشكر يا عين. شكرا جزيلا حبيبه قلبي. مثل ما استمعنا وشاهدنا انه هذه الزياره بالاخص الزياره التي تكون باسم صاحب الزمان سلام الله عليه، حتى نتوفق في هذه الحياه الدنيا من اجل شيء، أنه نكون مهذبين جداً، لا نكون فقط تهذيب أنه سكون وهدوء وغيرها من هذه الأمور، وأن لا يكون لدينا تعالي معين على الآخرين، وأن نقول نحن من خدمة الإمام، من أصحاب الإمام، أنا أقرأ للإمام، أنا أصلي للإمام، لا، أن يكون ذلك في معاملتك مع الآخرين، أنه ما يكون بتصنع، يكون من قلب خالص، روح خالصة لله عز وجل تخاطب بها صاحب الزمان سلام الله عليه دوما، حتى تهذب عقائديا، حتى تعرف قيمة الإمامين سلام الله عليهما وقيمة الأئمة أجمع وعلى رأسهم في تلك السلسلة الذهبية نبي الرحمة والإنسانية محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي شاء الله عز وجل بأن تختتم كل الرسالات السماوية بذلك الرجل الهاشمي من قرية قريش، بأنه يكون خاتم النبيين والمرسلين أبا الزهراء محمد صلوات الله وسلامه عليه، من بنو طالب
كيف استطاع بأنه ينقذ كل الناس بأنه يأخذهم من الظلام إلى النور. هذه الأنوار المحمدية اللي إحنا نكون لائذين بها دوما ودائما بزيارة الجوادين سلام الله عليهما يجب أن تكون مستمرة إن شاء الله من أجيال إلى أجيال أخرى. حياكم الله. في فقرة ضيوفنا العلماء اخترت لكم في هذه البرة كتاب حقيقة لا يستغني عنه أي أحد منا في داخل بيوتاتنا وفي أي مكان نذهب إليه، إذا كان في الزيارة، إذا كان في العمل، أو إذا كان أي مكان ممكن أنه تحمل هذا الكتاب معك حتى وإن كان النسخة المصغرة عنه. الكتاب عنوانه ضياء الصالحين. هذا الكتاب اللي هو من تأليف الكاتب الحاج محمد صالح الجوهري. هذا الكتاب فيه الكثير من الأدعية والأعمال والصلوات والزيارات التي باستطاعتنا أنه نتطرق إليها عبر هذا الكتاب الخالص إن شاء الله. اخترت لكم الدعاء الخاص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الطاهر الذي يقول فيه: يا نور النور، يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي ولشيعتي من الضيق فرجا ومن الهم مخرجا، ووسع لنا المنهج، واطلق لنا ما عندك ما يفرج، وافعل بنا ما أنت أهله يا كريم يا أرحم الراحمين. إن شاء الله يرحمنا الله عز وجل برحمته وبركة الدعاء هذا الخاص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف طاهر. كل الأدعية، زيارات، الأعمال، الصلوات الخاصة ستجدونها إن شاء الله في هذا الكتاب القيم جدا في بيوتاتنا وفي كل مكان إن شاء الله نجده ضياء الصالحين. روضة زينها رب رؤوف، دانيات للملا فيها القطوف، أنبياء الله تأتيها صفوف، وبها الأملاك تسعى وتطوف. صنت يا زائر قدرك ورفعنا لك ذكرك، زرت روضا زينت فيها البلاد، هذه جنة موسى والجواد. تهذيب النفس وترويضها تحتاج إلى قوة قادرة من الله عز وجل أولاً، ومن صدق وثبات وعقيدة وإصرار حتى يتحول هذا الإنسان إلى شيء يستطيع أن يصارع الشر اللي بداخله أولاً، ومن ثم ينتصر على الشر اللي يكون بالمجتمع. كيف يستطيع الإنسان أنه يكون أسرة صالحة وأفراد صالحين حتى يدخلهم بهذا المجتمع بشكل صحيح؟ هذا ما سوف نتطرق إليه إن شاء الله بهذه الدقيقة القادمة. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي. قبل الله الزيارة إن شاء الله. قبل الله أعمالك حبيبتي. الإنسان المؤمن شنو يحتاج حتى تكون زيارته صحيحة؟ والله هي أنا أقول لك المؤمن يعني مو فد قد الإمام. المؤمن هو بذاته بنفسه يصير مؤمن، ببيته، بالشارع، بالإمام. هي يريد تهذيب نفسي. والتهذيب النفسي مو فد باب الحوايج. يعني أنا هسه أمك من وعيت 14 سنة لحد هذا أنا أطب للإمام صح، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الزكاة، الحج هاي نعرفها فريضة من رب العالمين على كل مسلم. من ندخل عند الإمام نجعل روحنا كشلون تقولين مريض ويطب للطبيب. أولا معجزات أهل البيت هم باب من أبواب الله. هسه تقولي لي شلون يما؟ أنا أقول لك نبي يعقوب هو عليه الصلاة والسلام أشقد هو نبي ودعاء مستجاب من عينه انضرت وعمه رب العالمين انطاه معجزة من قميص نبي يوسف يحطها على عينه وتفتح. احنا عندنا ابن النبي هم معجزات كرامات. أكثر الشيعة تمير المؤمنين صحيح صلاة والصوم والعبادة هاي فريضة يعني من رب العالمين من 9 سنين لما الحد يروح للحد هذا فريضة واجبة من الله. لكن أكثر زيارته هم شيعة تمير المؤمنين الباب الحوايج يجون مرضى معجزات وكرامات. إحنا عندنا كرامات أهل البيت باب من أبواب الله.
قميص هو نبي يوسف، معجزة النبي يعقوب فتح عينه، احنا ابن النبي هم عنده كرامة. سلام الله هي الله. هاي احنا ندير الرسالة. قضية مهمة انه شلون احنا نخلي اولادنا دائما يصير عندهم نوع من التهذيب النفسي، انه يعالجون نفسهم نفسيا عند الامام سلام الله عليه، ويصير عنده عقيدة قوية بالامام. حبيبتي امه كلها شيعة امير المؤمنين، من يعال الدنيا وتجيبه امه، الطب الزيارات، الطب للمجالس الحسينية، الطب القرايات. أقعس أكثر طفل أسد الزين علي عمره 2 3، أقول لك يا حسين هاي شيعة أمير المؤمنين كلها، هاي فطرة، هاي محبة من الله. يعني من يجون يحاججون يقولون أنتوا ليش تحبون أهل البيت؟ أهل البيت حبهم من الله مو من واحد، يعني باب الحوايج وأمير المؤمنين وأهل البيت ما طالعين على الناس قال لهم تعالون، هو الناس من حبتهم من الله، حب أهل البيت من الله يندفع محبة. العبوات، الانفجارات، بكارونا كلها عم تحديها على حبهم لأهل البيت. أهل البيت واللي من سالمكم حرب لبنها، هم أهل البيت مو قليلين، حبهم من الله. هسا أنا وياك خلي يجون 2 البيتنا، كلش يمكن يجينا ضيف واحد، هم ملايين يجوهم ما طالعين على منبر احترامي إليك، ولا هم أحزاب، ولا هم طالعين منبر يقولون تعالوا حبونا. حبهم من الله يندفع البشر من رب العالمين، حبهم من الله. يما تحدى الانفجارات يتفجرون ويجون، تحدوا الكورونا اكو يجون، هاي مستعدين مستدبر واحد يعني خدمه ارواحهم. شلون يا خدمه عمي، الروح عندهم فداء. أيوة. يعني ايش قد صار انفجارات بباب الدروازه وباب المراد، الناس انقطعت. ايش قد صار انفجار عند الحسين بال40، الناس انقطعت. هاي حبهم، هاي معجزه من الله، هاي الله هو مقدسهم، احباء الله هم اهل البيت. يعني بلا مجادلة ولا شيء، وكل طفل هو من ياعة 9 أشهر فد ما يلفظ صح يا حسين. هي هاي احنا نعبرها، احنا اقوى من كل الناس. سلام الله عليه. اذا شكرا لله على نعمة محمد وآل محمد، احباء الله يما، هذا بلا محال. هذا يعني سبحانه عز وجل من انطى المحبة لأهل البيت مو قليلة، ضحوا بالدنيا انسجنا وتعذبوا وشي، نالوا محبة رب العالمين ونالوا محبة الناس. الناس لا تجي يما من كيفها، ما حد يقول لي قابل هو شنو الإمام طلع على منبر ويقول لهم تعالوا، لو هم مضحين بروحهم. صحيح والله، فدوى القلب، فدوى كلامك الطيب. إن شاء الله تقبل الله زيارتك. شكرا جزيل الشكر. في علم الطاقة يقولون أنه الأقوى يجذب الأقل، ولكن طاقة الإمام سلام الله عليه إذ هو حي يرزق كما هم الشهداء السعداء، طاقة الإمام، روح الإمامين سلام الله عليهما هي التي تجذب هؤلاء المحبين المؤمنين الصالحين إلى هذا المكان المقدس، إلى هذا الضريح المقدس للزيارة. فهذه الطاقة التي تجذبنا نحو الإمامين سلام الله عليهما هي طاقة من خلق الله عز وجل، ولكنها لا تعطى إلى أي شخص في هذه الحياة إذ لم يكن مؤمن حقيقي ذو عقيدة ثابتة. نتمنى إن شاء الله وضحنا لكم فهم التهذيب العقائدي، وكيف قبل التهذيب العقائدي أن نهذب أنفسنا في هذه الحياة الدنيا، وأن نعصم أنفسنا قدر المستطاع عن الأشياء التي تبعدنا عن محمد وآل محمد. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، وشكرا إلى من رافقنا في هذا الوقت. إلى اللقاء. كظم الغيظ سلاما يا إمام، كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام.